جديد مرحب فيكم مشاهدينا. هل تساءلتم يوما عن مدلولات أو تاريخ الملابس التي نرتديها بشكل شبه يومي؟ كيف تطورت مع مرور الزمن؟ وكيف اكتسبت مسمياتها؟ وكيف وصلت إلينا؟ صحيح، يعني مهران نحن دائما ما نسمع عبارة متكررة اللي هي الموضة تكرر ذاتها أو الموضة بترجع بعد سنوات. اليوم تأخذنا جرازيلا في رحلة سريعة عبر الزمن لتخبرنا عن تاريخ قطعة رائجة حاليا، والحديث اليوم عن القميص الأبيض، القميص اللي يعني لا نستغني عنه اليوم. يمكن كلنا لابسين قميص أبيض بالفعل، كان ناقصك بس الياقة، بس الكولر. ايه نعم. صباح الخير لكم ساندي ومهران، صباح الخير للمشاهدين. طبعا كان يا ما كان بقديم الزمان قطعة قدرت انها تقاوم كل التغيرات، سواء الزمن الاقتصادية الأسلوبية لناحية كيف منلبس أو منرتب هندامنا، والجنسية من ناحية الرجال والنساء. عم نحكي عن القميص الأبيض يلي بتعود قصته لكتير وقت قديم، للعصور الوسطى. تخيلوا القميص يلي نحن منلبسه حاليا وقطعة أساسية بخزانة الرجال قبل النساء، بتعود قصته للعصور الوسطى لما كان يعترف باسم كاميسيا، وهو كان لباس النوم للرجال والنساء على حد سواء. كانوا يناموا بالقميص؟ لا جايك جايتك التفاصيل. هيدا بالزمان كان عبارة عن إذا بدك فستان واسع باللون الأبيض، لأنه كان سهل التعامل مع اللون الأبيض وقتها. كان من القطن أو الكتان لأنه كان ناعم وبالتالي الشخص بنام مرتاح. كان من دون ياقة وكان من دون أزرار وبالتالي من دون العروات الخاصة بالأزرار، ودل هيدا الأمر لسنوات طويلة. عفوا، كان جلابية شكلها ولا إلى حد ما حتى كانت مريحة، ولذلك كانت تعتبر قطعة شخصية، ومن التالي المعيب جدا الظهور بها أمام الملأ أو أمام الناس، لازم يكون حكر داخل البيت. ودل الأمر على هيدا المنوال إلى حد القرن أو أواخر العصور الوسطى، لما سمح فقط للرجال إنه يلبسوا القميص تحت ملابسهم، وبالتالي القسم العلوي حكماً صار فيه أزرار وعروات لسهولة خلعه وارتدائه، وكانوا يلبسوا تحت ملابسهم يلي كانت خشنة إلى نوعاً ما، وبالتالي كانت هالقميص الأبيض، القميص الأبيض يشكل درع وقاية إذا بدكم من المناخ ومن خشونة الملابس، خاصة إنه كان في اعتقاد سائد بيقول إنه الصباغ يلي مصبوغة فيه الخامات ممنوع يلامس البشرة بشكل مباشر. عامل حماية وعامل تدفئة إذا بقى. يعني شوف كيف العوامل هاي جرازيلا كانت سابقا ما خاصة بالموضة، طبعا كانت بس قصص عملية بحتة بالفعل، ولكن بما أنه تطورت هلأ القميص بالقرن التاسع عشر صار حكر فقط على الرجال، وأي رجال؟ رجال الطبقة المخملية البرجوازية النبلاء فقط، وهن تفننوا بالقميص الأبيض يلي صار عنده ياقة متنقلة، بيقدروا يفكوا الياقة ينقلوها من قميص إلى آخر، أكمام منفوخة، أزرار مذهبة، ممكن الأحرف الأولى للأسماء. أكيد إذا بتحضروا أفلام قديمة المحاكم الأوروبية أمام القاضي من رافع بس بالقميص الأبيض المنفوخ. طبعا حكر على الرجال مثل ما قلنا النبلاء، والملفت انه تسميه الياقات البيضاء او وايت كولرز بعدها مستمره الى الحين، وهي للدلاله على طبقه المدراء مقابل العمال او ما يعرف بالياقات الزرقاء، يعني التسميه مستمره معنا. هلا السيدات نحن يلي دائما بتقولوا انه نحن تاخذوا من عندنا ناخذ من عندكم، كنا وقت انتم عم تلبسوا القميص الابيض ومرتاحين وعم تظهروا بابهى طله مع اكمام منفوخه وقماش الدانتيل على الياقات، اللي عم بيتهيأ لي كنا عم نتعذب. نحن كنا عم نتعذب لانه كانت النساء ضروري انه يلبسوا المشدات او الكورسيه حتى يبرزوا نحف الخصر، الفساتين كانت منفوخه، اللهم من دون ما نحكي عن وزن الفستان يلي بيكون ثقيل ومزخرف، وانتم كنتوا عم تتنقلوا برشاقه كالعادة. ما كنا حاملين سيوف ودرع، ما يعني مهمتنا مو سهلة يا جرازيلا، يعني مو مجرب تحمل تلبس فستان يقارب وزن 14 كيلو أكيد يعني مجرب مش فستان، طقم بدلة أو بزة معينة وزنها 14 كيلو جرام، هيدا متوسط الفساتين وقتها. ما أنا مهمة سهلة أكيد. طيب، فإذا بالعودة للنساء نحن دايما منقول إنه الموضة وصلت للنساء بفضل بعض المتمردات على الأعراف وعلى التقاليد من جهة، ومن جهة أخرى طبعا المشاهير الشهيرات خاصة ممثلات هوليوود. هون لابد من الإشارة بين مزدوجين للخياطين الإنجليز
يلي ندين لهم بالتفاصيل اللي بنعرفها حاليا بالقميص، يعني الياقة يلي مهران وانا اليوم لابسينها، انا اليوم مستعيره قميص رجاله. الاكمام طرف الكم مثل ما بنعرفه بالوقت الحالي، وحتى الكفلينكس او الزر يلي يضاف، هيدي كلها خطوات اجتنا من الخياطين الانجليز لانه كانوا يهتموا بهالتفاصيل الدقيقه للجنتلمان يلي كانوا يروحوا على الجنتلمانز كلاب او نادي الساده، كان طبعا حكر على طبقه معينه وكانت التفاصيل جدا مهمه. بالعوده لتمرد السيدات نطرنا لاوائل القرن العشرين، يعني من العشرينيات من صبرتوا القرن العشرين. صبرتوا طلع لكم بعض الوقت، نعم كذا قرن عده قرون، لانه اعتبروا انه لما استولوا على القميص الابيض هيدا رمز ودلاله لكفاحهم للحصول على حقوقهم مساواه مع الرجال. عملنا غاره بين مزدوجين على خزانات الرجال، اخذنا القميص الابيض حتى نكون او نشعر على الاقل انه حقوقنا متساويه. طبعا الممثلات بهوليوود ما تاخروا باعتماد هالموضه، ومره ثانيه بنقول من ديننا بالفضل لجميلات العصر الذهبي، مارلين ديتريك، غريتا غاربو، كاثرين هابرن، يلي ما اكتفوا بس بالقميص الابيض وانما بالطقم الرجال الكامل من اعلى الراس الى اخمص القدمين. ومن هون صرنا تقريبا نلبس السوت كاملة 100% تقريباً. يلي هي من أجمل القطع يلي ممكن أنا لقلت ارتديها الصبي أكيد. أو السيدة إذا بتلي ومنعتمد كتير بلوكنا نحن اليوم جرازيانا. نعم هلأ حتى ننتقل لأنه قلنا أنه القميص الأبيض رائج حاليا طبعا للرجال، بعتذر مهران ولكن ما في كتير تغيير بمودة القميص الأبيض، لازم يكون كلاسيكي، ممكن خامة القماش تختلف، ما يكون ناعم، يكون في بعض إذا بدك التكستشر أو ملمس الملمس تبعه ما يكون ناعم، ممكن الأزرار تكون مختلفة، بعض الستيتشز أو الدرزات يلي بتزينه، ولكن بالنسبة للسيدات حدث ولا حرج. عندنا القميص الأبيض الكلاسيكي، عندنا القميص الأبيض يلي ممكن ناخده من خزانة الأب الزوج أو الأخ، يعني القميص عن جد يلي بيكون أوفر سايز بيأثر رجالي، يعني القصة تبعه بتكون رجالية وتكون كبيرة علينا، يعني ناخده عن جد من خزانة الأب الأخ أو الزوج ونعتمده ولكن نضغط عليه مباشرة لمسة أنثوية حتى ما نكون متشبهين بالرجال. نعم ايضا الاكمام المنفوخه كثير رائجه، القمصان المزينه ستونز احجار، ممكن ايضا تزيدي دبابيس زينه على القميص، والاهم والاهم انه القميص ممكن نزينه بياقه عنق سوداء او تاي بكل بساطه ربطه عنق. لا كثير هيك رزي دخل. لا ولكن ربطه العنق ما رح نلبسها مع سروال، رح نلبسها مع تنورة مثلا، رح نلبسها مع سروال من الجلد، رح نلبسها مع جينز مثلا وحذاء مع كعب مرتفع حتى يكون في ميكس ماتش او طلة متوازنة الى حد ما، نكسر شوي الطابع. شغلة بس نلبسها انتم ما تلبسوها. طب شو تركيبك الهانكرشيف اللي حاططها؟ شو هي؟ المحرمة اللي حاططها الهانكرشيف هي لك هي ما حنحطها. خليني اعطيها اياها اذا عين عليها. مهران نحن يعني منحب نشارككم كل شيء، وبعدين في لك شغلة بيطلع علينا كتير أحلى من عليكم. فينا نوجه تحية للرجال السكوتلنديين يلي بحكم الأعراف والتقاليد بيلبسوا الكويلت أو التنورة، يعني في مشاركة. المشاركة جيدة. هلأ جاوبت لي جرازيل على تساؤل كان دائما يدور في ذهني، ليش دائما قسم الرجال صغير محدود، قسم الرجال النساء بكل مكان بكل محل تلاقي واسع، لانه نحن مبدعات ويليق بنا الابداع وبالتالي نحن بحاجه لخيارات متعدده. وانا والله اقر بذلك يا غرسيلا، انتم فعلا نساء مبدعات في كل شيء، بيلبق لنا كل شيء. انا بفكر الاسبوع المقبل اذا بدكم اذا عبالكم في قطعه هيك محيرتكم او حابين تعرفوا تاريخها ما لكم الا تقولوا لي وبنبحث عن تاريخها وبنقدم المعلومات لكم وللمشاهدين. بكل سرور اكيد في عنا كثير شغلات لازم نحكي فيها جرازيلا في قادم الايام. انا سعيد واقمش كثير انا بعد ببالي يا جرازيلا، بدنا نحط قائمه من الخامات والاقمشه ونحكي عنها وكيف فينا نستخدمها ولاي مناسبه، كل لون او كل قماش ممكن بالتأكيد. يكون انا معجب جدا بالتاريخ، كل قطعه تعطينا اياها فعلا يعني اثريتي المعلومات عنه. تاريخ أنا غني. كنت البس قميص عادي هلا لا صار لا له مدلولات. تنتبه للتفاصيل صح؟ انت بتعرفني قد ايه بدقق على التفاصيل. هلا جرازيلا كل ما نلبس قميص ابيض بحس اني انا متمرده ومثلي مثل الرجل، صار له مدلولات اجتماعيه. اهم شيء تذكروني وبدنا ننتقل للزميل محمد. اكيد صح؟ اكيد. شكرا لكم. شكرا لك يا جرازيلا.